زايد الرحمة والإيمان يستقبل ضيوف الرحمن في أبوظبي. بدأت فكرة استقطاب مقرئين إلى إمارة أبوظبي في عام 1969 قبل قيام الدولة، فقد كان المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه حريصاً على إحياء ليالي شهر رمضان المبارك بالذكر الحكيم، فأرسى هذه العادة الطيبة من خلال دعوة أهم رجال الدين والوعاظ من مختلف أقطار الدول الإسلامية لإثراء هذا الشهر الفضيل بالدروس والمحاضرات الدينية. واستمرت هذه العادة حتى ما بعد قيام الاتحاد، ثم أطلق عليهم ضيوف رئيس الدولة. وفي العام 1973 حدث تشكيل وزاري جديد باستحداث وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف التي أسندت إليها مهمة استضافة العلماء. وفي عام 1974 تطور البرنامج لتتم استضافة عدد من قراء القرآن الكريم بالإضافة إلى العلماء، ومن هنا بدأ العدد يتزايد عاماً بعد عام، حيث يتم توزيعهم على جميع مساجد الدولة. وإلى اليوم تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة هذه العادة الطيبة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وذلك ضمن برنامج استضافة العلماء والوعاظ خلال شهر رمضان المبارك.